يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد الأوصاف. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، والكثير كلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. طيب يكمل بس ماشي. وإن شك في كثرته فهو نجس. نعم، هذا النوع الثالث الآن من الماء. قلنا النوع الأول الطهور وقسمه إلى أربعة أقسام، ثم الطاهر، ثم الآن يتكلم عن الماء النجس. قال النجس الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، لأنه نجس فلا يجوز استعماله إلا للضرورة، هذا واضح. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لأن الماء النجس تزيل به نجاسة زاده نجاسة، صحيح؟ فكيف تطهر النجاسة بنجاسة؟ هذا لا يصلح أبدا. إذن هو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. ما وقعت فيه نجاسة، الماء لا يتنجس إلا بثلاثة أمور. الماء لا يحكم عليه بأنه نجس إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور. إذا وقعت فيه نجاسة مؤثرة، وقعت فيه نجاسة مؤثرة، يعني نجاسة الشرط الأول تكون نجاسة، الشرط الثاني تكون واقعة فيه، الشرط الثاني تكون مؤثرة فيه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لا يحكم عليه بالنجاسة. كيف؟ إذا هذا الماء وقع فيه زعفران، وقعت فيه بطة، وقعت فيه أموال نقود، كل أشياء طاهرة، هذه هل يحكم عليه بالنجاسة؟ لا. إذن لابد أن يكون الشيء الذي وقع إيش؟ نجسا، نجاسة. الأمر الثاني أن تكون النجاسة واقعة فيه. قلنا قبل قليل النجاسة بجانبه لا تؤثر، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه لابد تكون نجاسة أينه؟ فيه، واقعة فيه. أما بجانبه بالمجاورة لا ينجس بالمجاورة، وإنما لابد أن تكون النجاسة واقعة فيه. الأمر الثالث أن تكون مؤثرة، يعني أثرت في طعمه أو لونه أو ريحه. البحر الآن فيه نجاسات كثير، مجاري مدونها على البحر، صح ولا لا؟ في ميتات تموت في البحر، ميتات أوادم وحيوانات وقاعد تموت في البحر. شوف هذه السفن اللي تجيب الغنم وشو اللي يموت شو يسوون فيه؟ كتر في البحر. طيب إذن البحر فيه نجاسات كثيرة جدا، لكن لأن البحر كبير زين، فهذه النجاسات إيش؟ غير مؤثرة. الآن عندما تأتي مثلا برميل ماء كبير جدا، طيب، وتضع فيه نقطة بول أو براز أو كذا، هذه نجاسة ولا لا؟ واقعة فيه؟ مؤثرة؟ غير مؤثرة. إذن لابد أن تكون واقعة فيه، وأن تكون نجاسة، وأن تكون مؤثرة. هذه ثلاثة شروط حتى يحكم على الماء بأنه تنجس الآن بسبب هذه النجاسة التي وقعت فيه وأثرت فيه، هنا يحكم عليه بالنجاسة.